علاقة حب بالصدفة انتهت بمفاجأة وبعزة للطرفين. أسعد الله صباحكم بالخير متابعينا ومتابعين قناة شريك حياتي، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وقصة واقعية جديدة. أتمنى من رب العالمين أن أموركم كلها تكون زين وصحتكم تكون على أحسن حال إن شاء الله. قبل أن نبدأ بالفيديو ونبدأ بالقصة ونعرف شو تفاصيلها، أتمنى أنكم تقومون بعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات مشان يصلكم كل فيديو جديد من قناتنا. أوقات بتكون الصدف درس نتعلم منه، كيف ما بيقولون رب صدفة نافعة. هاي الصدفة اللي صارت استفاد بيها الطرفين في النهاية ان هم تعلموا درس. شو القصة؟ بنت اتعرفت على شاب على الانترنت، تعرف على بعض هيك بالصدفة، يعني كيف ما بنشوف يعني واحد يتعرف على واحدة وهيك، وصاروا يحكوا مع بعض وتقربوا لبعض، يحكوا يمكن تقريبا كل ساعة. في البداية الاثنين البنت والشاب متزينين ويعرفون ربنا منيح على حكيهم مع بعض، كل واحد يحكي للتاني ان هو متزين. والشاب مثلا كان بيحكي ان هو بده يتزوج من واحدة متزينة تتق الله فيه وتكون راعي بيت وهيك. يعني البنت تحكي نفس الشيء ان هي بدها الزوج يصلي ويتق الله فيها وما يطلع على خيرها وما يخونها. فكل واحد شاف ان هو الصفات اللي هو بده اياها موجودة في مين؟ في الطرف الثاني. فبلشوا يتقربوا لبعض اكتر فاكتر. وفي يوم اتفقوا ان احنا بدنا نتقابل مشان نشوف بعضنا وجها لوجه يعني، وراح نتقابل طبعا في مكان عام لان الاثنين ايش متدينين. اتفقوا على المكان اللي راح يتقابلوا فيه واتفقوا على اللباس اللي راح يلبسوه مشان يتعرفوا على بعض، لان هما ما يعرفوا شكل بعض بنوب اصلا. وهما رايحين في الطريق كل واحد طبعا جاي في لحاله. يعني الشاب هاد ركب الباص الاتوبيس مشان يروح على المكان المتفق عليه. جلس بالكنبة هيك الأخريرة اللي بتكون موجودة في الأوتوبيس. فإجت واحدة لبسة لبس ضيق حيل وقعدت جنب منه وريحة العطور عم تفح منها وشعرها هيك عم يطير ويهفهف. البنت جلست جنب منه، مو جلسة جنب منه، كنا نقول قاعدة يعني قاعدة عليه ملتصقة فيه. حتى هو انتبه ان هي يعني كيف هي ملتصقة فيها هيك. لا كمان ايش بقى لما بلش هو طبعا الشيطان دخل براسه زين وقاعدين ورا وما حدا منتبه، فبلش هو كمان ايه يساوي هيك حركات. فبلشت البنت تستجيب لي وتساوي حركات من هون وحركات من هون، ها وصلوا للي بدهم اياه وما حدا شاف اي شيء. اما قرب مكان الوصول اللي هو راح ينزل فيه، راح قايم من مكانه ورايح على مقدمة الاتوبيس ونزل في المكان اللي هو بده اياه، والبنت كمان نزلت في نفس المكان اللي نزل فيه الشاب، لكن ما عاد يحكوا مع بعض زين ولا عرفون بعض. هو طبعا راح متصل على حبيبته اللي هو جاي مشان يتعرف عليها الاول مرة ويشوفها، يشوف ان هي وصلت. قالت له ايه انا اجيت، انت شو لابس؟ هم كانوا متفقين ان هو لابس ثوب ابيض وهي لابسة عباية سودة وما اعرف ايش وشنطاية ايش مشان يكونوا متعلمين يعني. ف اجت له فكرة ان هو راح يغير الثياب اللي متفق عليها وراح يروح يحكي معاها على انه شاب تاني مشان يشوف رد فعلها شو راح تساوي مع اي شاب بيحكي معاها وهي ما بتعرفه. فات على محل واشترى ثيابه وغير شكله نهائي غير شيء اللي هما كانوا متفقين عليه، وراح لها دق عليها مرة تانية وضلوا مع بعض على الموبايل لبين ما وصلها المكان اللي هي موجودة ايه فيه. هي كانت مغطاية منقبة يعني. فطبعا
سلموا على بعض واخدها وراحوا فاتوا قعدوا في استراحة في كافيه يعني. وبعدين قال لها انه هو يعني انا هيك ما شفتك، وجهك مغطى وما عرفتك. وهي ما بتحكي، مسكرة تمها. قال لها شو صاير، ما تحكي شي، ارفعي هذا النقاب خليني اشوف وجهك. لما رفعت النقاب صار هو يضحك وهي تضحك. ليش بقى؟ طلعت هي نفسها البنت اللي كانت قاعدة جنب منه ملتصقة في الأتوبيس. فقال لها هو انت اللي متدينة مو انت اللي كنت في الأتوبيس؟ قالت له ايه، وانت الشاب المتدين وانت اللي كنت في الأتوبيس. فالاتنين جاتهم حالة ذهول من الموقف الغريب اللي هم انحطوا فيه، والاتنين عرفوا حقيقة بعض وانفضحوا قدام بعض بالصدفة كمان، يعني اتعرفوا على بعض بالصدفة وانفضحوا قدام بعض بالصدفة. طبعا كل واحد فيهم ما عاد يثق في التاني وانقطعت العلاقة ما بينهم. اذا كان في مشروع زواج او اي شيء ما بين الاتنين خلاص راحت زين، لان هما الاتنين كل واحد فيهم كان يعني متضحك على التاني، كاذب عليه هو متدين ومحترم وبده زوجة محترمة ومتدينة، وان هي يعني مغطاية ومتدينة ولبسها محترم، والاتنين من غير ما يعرفوا شكل بعض سووا مع بعض الشي يغضب الله ويغضب رب العالمين. فسبحان الله حطهم قدام بعض مشان يكشف حقيقتهم. هذا الموقف رب العالمين حطهم فيه مشان يعني يتعدلوا في بقية حياتهم. هلا ايه، هم اتصدموا الاتنين وكانوا يحبون بعض لكن بصفات تانية بشخصيات تانية غير هلا اللي هم عرفوها لما اتقابلوا. فيمكن الدرس اللي ربنا عطاه لهم صعب يعني شديد شوي، لان هم يحبون بعض لكن ما يثقون في بعض، والاتنين عرفوا ان كل واحد فيه يكذب على الثاني. هاي القصة بتبين ان ربنا اوقات بيحطنا في الدرس الصعب مشان نتعلم منه عبرة وعظة كبيرة، مشان يعني نمشي على الصراط المستقيم في حياتنا وما عاد نغلط في حياتنا بدون مرة تانية. والخطأ ما بيجي الا لما بنمشي ورا الشيطان وبنسمع له. فدايم دوم استعيذ بالله من الشيطان ولا تروح وراه، لان طريق الشيطان طريق مسدود ونهايته تخسر نفسك وتخسر اللي تحبه وتخسر دنيتك وتخسر آخرتك، ورب العالمين يكون غضبان عليك. وهاد يعني أقصى عقاب إن رب العالمين يكون غضبان عليك. فانتبهوا لا تروحون وراء للشيطان. وبهيك نكون وصلنا لنهاية القصة اللي كلها صدف، وأتمنى من الله إن هي تكون عجبتكم. ولا تنسون قبل أن تغادروا الفيديو لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات مشان يوصلكم كل فيديو جديد من قناتنا. مع تمنياتي ليكم بالسعادة والصحة والتوفيق.